لقد تم القضاء على بن لادن رئيس القاعدة، والذي نجد بأنه أحزن العالم الإسلامي، وهناك تصريحات بذلك، وقد تم التخلص منه على يد الأمريكان، وأصبح العالم بدون بن لادن، وهو أخطر رجل في العالم في المرحلة السابقة. وما يحدث الآن هو مرحلة جديدة، ولكن ستظل القاعدة هناك من سيتولى رئاستها، وهو قد يكون أيمن الظاهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ولا ندري هل سيكون العالم أفضل من خلال هذا العنف المتصاعد بين القاعدة وبين الآخر من خلال ما يحدث من مواجهة مضادة أو رد فعل للعنف الآخر. بلا شك أن اختلاف الرأي لا يؤدي إلى عنف، ولكن هناك ما يحدث من انفجار كما حدث في منطقة الشرق الأوسط من الثورات التي أدت إلى سقوط الأنظمة. فبلا شك أن هناك عادة ما يكون من نقص أو من خلل أو من مرض يحدث في العالم، فيؤدي إلى حدوث هذا العنف المتصاعد بين أي من الأطراف، والذي يكون فيه طرف مصيب وآخر مخطئ، أو يكون الطرفين مخطئين ولا يكون الطرفين مصيبين أو على صواب. وإذا كان الطرفين على صواب فيحتاج في هذه الحالة إلى أن يكون هناك تلك المنظمات أو الجهات مثل الأمم المتحدة والاجتماعات أو المؤتمرات الدولية التي تعالج مثل هذه القضايا وتصل إلى حلول من أجل إنهاء مثل هذه الصراعات والنزاعات التي تؤدي إلى قتل الأبرياء، حيث أنها ليست حروب معلنة، وإنما هي صراعات غير معروفة تسمى بالإرهاب، سواء كان إرهاب دولة أو إرهاب جماعة أو إرهاب فرد. فإن هناك الإرهاب الذي يبطش بالآمنين في أوطانهم في حياتهم، وهذا شيء مرفوض يرفضه العالم أجمع وترفضه البشرية. فيجب أن يكون هناك عدل، يجب هناك حقوق، يجب أن يكون هناك مناقشات. هناك صراعات بلا شك، صراعات الحضارة وصراعات الأجيال وصراعات السياسة وصراعات الاقتصاد وصراعات كافة المجالات، وإنما يجب أن تكون دائما المنافسة شريفة. ولكن إذا تحدث تعدي أو إثارة لأي سبب من تلك الأسباب التي تتواجد في النوازع البشرية، فإنها تؤدي إلى حدوث هذا العنف الذي يتصاعد بين مختلف الأطراف، فيؤدي إلى التدمير والقتل والجرح وكل ما يصده الإنسان الذي يتعب ويشقى من أجل تحقيق الإنجازات وإسعاد الآخرين بكافة الوسائل والأساليب، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي. إنها جهود تبذل وأموال تنفق وأوقات تقضى من أجل وموارد تستهلك وطاقات تبدد من أجل أن يكون هناك إنجاز يتحقق يسعد البشرية جميعا. خلاف ذلك فهو مرفوض.